خلينا بقى نشوف الطريق واحنا خارجين من مدينة أكتوبر متوجهين لأماكن تانية هيكون ازاي؟ هنعرف من محمود جميل اللي موجود دلوقتي في الإدارة العامة للمرور، هيعرفنا الأماكن المختلفة وشكل الطريق ازاي. صباح الخير عليك يا محمود، أنت موجود دلوقتي في الإدارة العامة للمرور، هتعمل ايه وهتقول لنا الأخبار ازاي؟ احنا جايين دلوقتي من عند لاميا في أكتوبر، قول لنا بقى الطريق عامل ازاي؟ صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بصبح على حضراتكم من الإدارة العامة لمرور الجيزة. هنستعرض مع حضراتكم النهاردة حالة الطرق والشوارع الرئيسية في محافظة الجيزة. خليني أبدأ مع حضراتكم على طول من خلال الكاميرات المثبتة لإدارة مرور الجيزة، وخليني أبدأ مع حضراتكم بكوبري عباس. كوبري عباس هنا هنلاقي ان في بعض الكثافات المروريه في الاتجاه المتجه الى شوارع القاهره، هنلاقي هنا ان في بعض الكثافات المروريه، انما الاتجاه الاخر المتجه من القاهره ومتجه الى ميدان الجيزه هنلاقي ان في سيوله مروريه تامه. ولو حبينا ان احنا نشوف النزله دي هتكون طبعا على شارع النيل، هنا المتجه من كوبري عباس القادم من القاهره ومتجه الى شارع النيل هنلاقي ان في سيوله مروريه تامه على شارع النيل في جميع الاتجاهات. لكن في بديل لان احنا نتفادى الكثافه اللي موجوده على كوبري اكتوبر على كوبري عباس عفوا، ونبتدي ان احنا نتجه الى كوبري الجلاء. فبهذه الشاشه حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ميدان الجلاء وكوبري الجلاء، هنا كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيوله مروريه تامه بالنسبه القادم للقاهره ووسط البلد ومناطق القصر العيني وايضا كوبري قصر النيل، فهنلاقي ان في سيوله مروريه تامه. ايضا القادم من شارع التحرير في الدقي ومتجه الى كوبري الجلاء هنلاقي ان في سيوله مروريه تامه. من كوبري الجلاء هنتجه الى شارع الهرم. شارع الهرم احنا النهارده هيكون معانا اغلاق جديد لشارع الهرم، زي ما حضراتكم عارفين ان شارع الهرم فيه اغلاق كلي بسبب الاعمال اللي موجوده لمترو الانفاق، لكن احنا هنا هيكون عندنا اغلاق جديد تحديدا في منطقه المطبعه عند تقاطع شارع المحولات حتى شارع ابو الفرج، فهنا هيكون في اغلاق كلي لهذا الشارع. فالقادم من المنطقه الاثريه ومتجه الى ميدان الجيزه هيبتدي ان هو يعني يدخل يمين اجباري من ناحيه شارع المحولات، ثم يتجه الى محور انور السادات ترسا سابقا. فبالتالي ده الاغلاق الجديد اللي بدا من يوم الجمعه تحديدا في شارع الهرم. من شارع الهرم هنتجه الى كوبري، هنتجه الى ميدان جامعه القاهره. هنا بالنسبه لميدان جامعه القاهره زي ما حضراتكم شايفين هنلاقي ان في سيوله مروريه تامه في هذا الاتجاه المتجه الى ميدان الجيزه، وهذا الاتجاه الاخر المتجه الى كوبري الجامعه. هذا الاتجاه هي الكثافات اللي موجوده هنا هي للاشاره المروريه الموجوده في هذا الاتجاه، فهذا الاتجاه هيكون متجه الى كوبري الدقي. طيب اخبار كوبري الدقي ايه؟ هننتقل مع حضراتكم الى شاشه اخرى لكوبري الدقي. كوبري الدقي زي ما حضراتكم شايفين يمكن هنا هيكون في بعض الكثافات اللي موجوده في هذا الاتجاه القادم من جامعه القاهره ومتجه الى شارع البطل احمد عبد العزيز، ومن ثم الاتجاه الى شارع جامعه الدول. اما هذا الاتجاه القادم من شارع البطل احمد عبد العزيز وجامعه الدول متجه الى ميدان الجيزه وجامعة القاهرة هيكون في سيولة مرورية تامة. أسفل كوبري الدقي شارع التحرير، ولكن بصورة أقرب بالقرب من محطة مترو الدقي. هنا هنلاقي في هذا الاتجاه المتجه إلى شارع التحرير المتجه إلى كوبري الجلاء هنلاقي إن في سيولة مرورية تامة. أيضا الاتجاه الآخر المتجه ناحية منطقة البحوث هنلاقي برضو إن في سيولة مرورية تامة موجودة في بالنسبة لكوبري الدقي. هننتقل من كوبري الدقي طبعا المتجه إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز وشارع جامعة الدول، هيبتدي إن هو يتجه إلى ميدان سفنكس. ميدان سفنكس من أهم الميادين الموجودة في محافظة الجيزة، فلو اتجهنا لميدان سفنكس إحنا عندنا هنا بعض المناطق الهامة في ميدان سفنكس. نبدأ بكوبري 15 مايو. كوبري 15 مايو طبعا إحنا بيبقى عندنا بعض الكثافات اللي موجودة هنا باتجاه منطقة الزمالك، أما الاتجاه الآخر هيكون في سيوله مروريه تامه. البديل لكوبري 15 مايو هيكون كوبري اكتوبر. زي ما حضراتكم شايفين هنا في كوبري اكتوبر هيكون في سيوله مروريه بالنسبه المتجه الى شوارع وسط البلد او مدينه نصر، والاتجاه الاخر المتجه الى طبعا الجيزه. من كوبري
قبل الصعود لميدان او لكوبري 15 مايو هيبتدي انه يتجه لجامعه الدول ليسلك كوبري اكتوبر. فلو جينا لجامعه الدول هنلاقي ان هنا في ميدان مصطفى محمود في سيوله مروريه تامه بالنسبه للقادم من مناطق ميدان لبنان او 15 مايو، وهيتجه في شارع البطل احمد عبد العزيز ليسلك كوبري اكتوبر ليتفادى الزحمه الموجوده في كوبري 15 مايو. دي بشكل عام الحاله المروريه النهارده طبعا لشوارع والمحاور المختلفه في محافظه الجيزه. بعض الكثافات اللي موجوده على كوبري عباس ولكن البديل هيكون كوبري الجلاء، وبعض الكثافات الاخرى على كوبري 15 مايو ولكن هيكون طبعا البديل كوبري اكتوبر. دي الحاله المروريه. بنتمنى يوم سعيد طبعا لكل الساده المشاهدين، وبرجع مرة تانية منا في الاستوديو. شكرا ليك محمود، شرح وافي لكل التفاصيل اللي موجودة واللي انت شرحتها لنا. شكرا جزيلا ليك يا محمود جميل من الإدارة العامة لمرور الجيزة.